السلام عليكم متابعيني الأعزاء، اليوم أجيتكم بعمل جديد هو جزدان نسائي أو محفظة نقود، أو بالمصري يسموه بورتوفيه. اشتغلته بخيط المكرمية التركي، اشتغلت هذا الأسود واشتغلت الرصاصي، وإن شاء الله راح أشتغل بهذا اللون المشمشي وياكم، ونبدي على بركة الله. راح احتاج حتى اسوي للجزدان خيط مكرمية تركي هذا النوع، طبعا خامته ثخينة شوية، واحتاج سنارة، طبعا سنارة رقم 4.5، احتاج ابرة تنظيف، واحتاج مقاس، احتاج مقياس حتى اقيس بيه طول الجزدان او البورتوفيه، وأحتاج جداحة لأن هذا الخيط المكرمية هنا شوفوا هنا يبقى هيك، يعني يطلع منه خيوط يتفتل، فش نسوي؟ احنا نستعمل هذه الجداحة حتى ما نخلي مستمر ينفتح، لا ينقطع، وأحتاج إلى قفل حتى أقفل بيه جزام. نبدي أنا وياكم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول ما نبدي بنشتغل عقدة البداية، وأنا أخذتها بدروس سابقة وعدها عدة طرق عقدة البداية، قلت لكم أنا أستخدم هذه الطريقة. هنا اشتغلت عقدة البداية، راح أشتغل مجموعة من السلاسل حسب طولي أنا أريده، هذه وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، حكمل السلاسل لحد الطول اللي أريده وأرجع. هنا اشتغلت 20 سلسلة حسب الطول اللي أريده أني للجزدان، راح أقيس هنا ايش قد طلع عندي ل20، تقريبا نفس الشي، نفس السنتيمتر، 20 سنتيمتر. هنا راح أجي أرتفع السطر الثاني. شلون راح نرتفع؟ بما انه احنا اشتغلنا 20 غرزة سلسلة، راح ارتفع سلسلة واحدة، لان اني شريد اشتغل غرزة حشو. هنا راح ادي هنا هذه السلسلة عندها 3 اضلاع، هذا امامي وخلفي، وعندها واحد ثالث بالظهر. زين احنا شغلنا هسه بالسلسلة ايش حيكون؟ حيكون على الضلع الخلفي، كل ضلع خلفي لاقيني ادخل من تحته واسحب الخيط، اشتغل غرزة حشو. شوية بالشغل رخي ايدك بخيط المكرمية، اسحب الخيط من الحلقتين، اشتغلت اول غرزة حشو، راح اروح على السلسلة بعدها ايضا ادخل بالضلع الخلفي اسحب الخيط، صار عندي حلقتين، اسحب الخيط من الحلقتين، راح اروح على السلسلة بعدها ايضا ادخل بالضلع الخلفي، شو اسوي؟ اسحب الخيط واسحب الخيط من الحلقتين، هالشكل هذا صارت عندي غرزة حشو، وأكمل أدخل بالضلع الخلفي وأسحب الخيط وأشتغل غرزة حشو، أدخل بالضلع الخلفي للسلسلة اللي بعدها وأسحب الخيط وأشتغل غرزة حشو، راح أكمل نهاية السطر وأرجع أكمل وياكم. هنا وصلت وياكم لآخر سلسلتين، راح أدخل بهذه السلسلة بالضلع الخلفي أسحب الخيط واشتغل غرزة حشو، اسحب الخيط من الحلقتين، بقت عندي اخر سلسلة، ايش راح اسوي؟ ادخل بالضلع الخلفي، شو اسوي؟ اسحب الخيط، صار عندي حلقتين، اسحب الخيط من الحلقتين. هذه عقدة البداية، هذه ما احسبها من ضمن الشغل. هسه انتهى عندي السطر الاول، ايش راح اسوي؟ راح ابدي بالسطر الثاني، ايش راح اسوي؟ راح ارتفع سلسلة، ارتفع السلسلة، وش اسوي؟ ادور الشغل، دورته هنا عندي، راح اشتغل بهذه الغرز اللي عندي، راح اجي على اول غرزة، شوفوا هذا الفراغ ده، شوفوا هذه اول غرزة عندي اللي كانت بالسطر الاول، ايش راح اسوي؟ راح ادخل من تحت حرف الفي واسحب الخيط، صار عندي حلقتين، راح اشتغل غرزة حشو اسحب الخيط من الحلقتين. هنا بس الغرزة الأولى والغرزة الأخيرة أدخل من تحت الضلعين،
بينما الغرز البقية أدخل بالضلع الخلفي. هنا راح تلاقيني أول غرزة أدخل بالضلع الخلفي، شوفوا هذا أمامي وهذا خلفي، راح أدخل بالضلع الخلفي، أسحب الخيط، صار عندي حلقتين، أسحب الخيط من الحلقتين. هنا وين حروح؟ الغرزة اللي بعدها أدخل بالضلع الخلفي، أسحب الخيط، صار عندي حلقتين، أسحب الخيط من الحلقتين. وين راح أروح؟ على الغرزة اللي بعدها أدخل وين؟ بالضلع الخلفي، أسحب الخيط، صار عندي حلقتين، أسحب الخيط من الحلقتين. راح أروح على بعدها والبعد هذا السرك أكمله وين أشتغل بالضلع الخلفي للغرزة، وأوصل للنهاية وأرجع لكم. نعم وصلت، ظل عندي غرزتين. هذه الغرزة القبلي الأخيرة قلت وين أدخل؟ أدخل بالضلع الخلفي للغرزة، أسحب الخيط، صار عندي حلقتين، أسحب الخيط من الحلقتين، واشتغلت غرزة حشو. تشوفون هذه الأخيرة مثل الغرزة الأولى. وين راح أدخل؟ راح أدخل تحت الضلعين. دخلت وين؟ تحت الضلعين، راح أسحب الخيط، صار عندي حلقتين، أسحب الخيط من الحلقتين، اشتغلت غرزة حشو. شوفوا شلون صار عندي شكله هذا الشكل. هنا أريد أشتغل السطر الثالث، شو راح أسوي؟ راح أرتفع سلسلة، ارتفع السلسلة، وش أسوي؟ أدور الشغل. دورت الشغل، شلون اشتغلت السطر الثاني؟ راح أشتغل السطر الثالث. وين أدخل؟ أجي على أول غرزة، تشوفوها هذه أول غرزة، هاد أدخل تحت الحرف الفي، شو أسوي؟ أسحب الخيط، صار عندي حلقتين، أسحب الخيط من الحلقتين، اشتغلت أول غرزة حشو بالسطر الثالث. هنا وين راح أشتغل؟ راح أشتغل كل غرزة تجيني أشتغل بالضلع الخلفي، وبالأخيرة وين أشتغل؟ بالضلع، بالضلعين، أشتغل تحت الضلعين. هنا أنا راح أشتغل، أجي هذه الغرزة أني اللي وصلت لها، أدخل وأسحب الخيط وأشتغل غرزة حشو، أروح على بعدها أيضا أدخل بالضلع الخلفي، أسحب الخيط، صار عندي حلقتين، وأشتغل غرزة حشو. راح أكمل هذا السطر، أشتغل بالضلع الخلفي وأصل للنهاية وأرجع لكم. هنا وصلت، شوف شلون صار شكله. هنا وصلت تقريبا للغرزتين الأخيرة، هاي الغرزتين الأخيرة، هاي وحدة وهاي وحدة. قلنا القبل الأخيرة أيضا ندخل بالضلع الخلفي للغرزة، نسحب الخيط، صار حلقتين، أسحب الخيط من الحلقتين، اشتغلت غرزة حشو. الأخيرة وين حدخل؟ أدخل تحت الضلعين، شوفوا هذا الضلعين، ذني الضلعين، هاي تحت الضلعين دخلت، وشنو راح أسحب الخيط وأشتغل غرزة حشو. خلصت السطر، راح أرتفع سلسلة. شلون اشتغلت السطر الثاني والسطر الثالث؟ راح أشتغل نفس الشيء، أدخل بأول غرزة تحت الضلعين، وبآخر غرزة تحت الضلعين، والبقية بالوسط بالضلع الخلفي. راح أكمل للطول المناسب اللي أني أريده وأرجع لكم. ورجعت وياكم من جديد بعد ما كملت الطول اللي أني أريده. إحنا اشتغلنا بهذا الشكل، يعني ارتفعنا بهذا الشكل، ها الآكت أني راح أطبقه بهذه الصورة، أطبقه أني أريد هذا الشكل إلى النهائي. راح يكون راح أخيط من هذه الجهة وأخيط من هذه الجهة ونكمل أنا وياكم. بس هنا راح أشوف أنا إيش قد اشتغلت أو كم سنتيمتر، أشوف هنا كم سنتيمتر اشتغل، صار عندي 18 سنتيمتر. راح أكمل أنا وياكم. هنا طبعا هو الوجه نفس الظهر نفس الشيء، ما يفرق شيء، فأني راح أطبق هنا ضلع على ضلع. هنا راح أجيب هذا الخيط، أجي أخيط هذا الضلع. شلون راح أخيطه؟ انتبهوا وياي، هذه آخر غرزة اشتغلتها، تمام. هنا أريد أطبق الرأس على الرأس وأوصل للنهاية، راح أبدي أخيط. ش عندي مثلا أني هذه الغرزة الأخيرة، دشوفون هذا الغرزة، هذه الغرزة بيها ضلعين، بيها ضلعين. أنا راح أترك هذا الضلع الأمامي، أدخل بالضلع الخلفي، إيش راح أسوي؟
راح اسحب الخيط اللي جاي مني البكرة واسحبه مني الحلقتين. هنا قفلت هذا السطر عندي، قفلته. راح ارجع شو اسوي؟ راح اروح على الغرزة اللي بعدها اللي هي هذه، ده شوفوها هذه بيها ضلعين، ضلع امامي وضلع خلفي. انا ايش راح ادخل؟ راح ادخل بالضلع الامامي لهذه الغرزة، وعندي مقابلها هذه الغرزة ايضا راح ادخل بالضلع الخلفي. يعني منا دخلت بالامامي منا بالخلفي، ايش راح اجي؟ راح اجي اسحب الخيط اللي جاي من البكرة، وين اسحبه؟ من الحلقتين بهالشكل هذا، وغلقت بمنزلقة. راح ارجع على الغرزة اللي بعدها، ادخل بالضلع الامامي لهذه الغرزة اللي من هذه الجهة، وهذه الغرزة المقابلة ادخل بالضلع الخلفي. شو اسوي؟ اسحب الخيط وغلقت بمنزلقة. تقدرين انت بهالشكل تشتغلين وتسوي، وتقدرين بهالشكل انت حسب مسكة ايدك، بس المهم انت دا تشتغلين منزلقة. شوفوا هذا يصير منزلقة، هذه السلاسل اللي تتكون عندي منزلقة. راح ارجع على الغرزة اللي بعدها، شوفوا دخلت بالضلع الامامي، والمقابلها راح ادخل بالضلع الخلفي. سحب الخيط، سحبته، صارت عندي غرزة منزلقة او نائمة. اروح على الغرزة اللي بعدها، ايضا قد ادخل بهذا الضلع الامامي، والمقابلها وين ادخل؟ بالضلع الخلفي، وايضا اسحب الخيط واغلق بمنزلقة، واكمل للنهاية. ارجع لكم هنا، وصلت للنهاية، قفلت للسطر. هاي ايش راح اسوي؟ راح طبعا اخرس النارة. شو اسوي؟ راح اقص الخيط. احاول اعقده، قصيت الخيط. انت تريدين تعبري عادي، راح اعبره بأبرة التنظيف، ادخل كم غرزة اعبره، راح اجي حق قص الخيط. ناش احتاج؟ احتاج هذه الجداحة. طبعا هذا الخيط يظل اذا ما تسوي بالنار راح يبقى ينفتح، فش تسوين هالشكل؟ واجي الاتعب الجداحة، الزقة بالشغل هالشكل، هذا هالشكل حتى يلزق بالشغل. شوفوا هنا انا كملت هذه الجهة، راح اجي اقفل هذه الجهة. طبعا هذا الخيط هم انظفه واخلص منه ويا الشغل. هنا راح اجي شنو؟ راح اجي اشتغل من هذه الجهة. طبعا منا اشتغلت لي جوا، هنا راح اشتغل من جوا لي فوق، واسوي عقدة بداية هنا هالشكل، هاي عقدة بداية. راح ابدي اطبق الراس على الراس بهالشكل هذا. ذاك الجهة احنا قلنا ندخل بالضلع الامامي للغرزة وبالضلع الخلفي للغرزة الثانية، وش نسوي؟ نشتغل منزلقة بهالشكل هذا، اشتغلت منزلقة هذا الشكل. هنا راح اجي على الغرزة اللي بعدها، عندي هذا الضلع الامامي وهذا الضلع الخلفي، ايش راح اسوي؟ راح اسحبه واشتغل منزلقة، اشتغلت منزلقة، اطبق الراس على الراس بحيث يكون متساوي وياي. راح اروح وين؟ على الغرزة اللي بعدها، ادخل بهذا الضلع الامامي وبالضلع الخلفي، اسحب الخيط واغلق بمنزلقة، اروح على الغرزة اللي بعدها، ادخل بالضلع الخلفي وهذه ادخل بالضلع الخلفي. شو اسوي؟ طبعا هذا الخيط امشي وياي بالشغل، شو اسوي؟ اسحب الخيط، صارت عندي منزلقة، واكمل للنهاية. غرزة أمامية، غرزة خلفية، أمامية، خلفية، إلى أن أصل للنهاية، أكمل وأرجع لكم. هنا وصلت أنا للنهاية، قفلت هذا السراء وقفلت هذا، والخيط أخذته بالتنظيف وسويته بالجداحة على مود يفتح الشغل. هنا إيش راح أسوي؟ هذا طبعا صار عندي الظهر، راح أقلب الجزدان، أقلبه
هذا الوجه، شوفوا هالشكل شوية نفتحه من هنا ومن هنا، شوفوا شوفوا الشكل شلون صار، من هنا خيطنا ومن هنا أيضا خيطنا قلبته، هذا الداخل مالته. ايش راح اجي اسوي؟ راح اشتغل داير مداير الجزدان غرزة منزلقة او نسميها النائمة. راح ادخل باول غرزة تلاقيني شو اسوي؟ اسحب الخيط اللي جاء من البكرة وارجع اسحبه من الحلقة اللي على السنارة، اروح بالغرزة اللي بعدها ايضا اسحب الخيط وارجع اسحبه من الحلقة اللي على السنارة، تصير عندي منزلقة. اروح على الغرزة اللي بعدها ادخل بالفراغ اسحب الخيط وارجع اسحبه من الحلقة اللي على السنارة بهالشكل هذا، تشوفون؟ اروح على الغرزة اللي بعدها ادخل بالفراغ اسحب الخيط وارجع اسحبه من الحلقة اللي على السنارة، هصير عندي منزلقة بهذا الشكل. اروح على الغرزة اللي بعدها ادخل بالفراغ اسحب الخيط وارجع اسحبه من الحلقة اللي على السنارة، هصير عندي بهالشكل. راح اكمل بكل فراغي لاقيني اشتغل غرزة هذه منزلقة او نائمة، واصل لهنا حتى اقولكم السطر الثاني شلون راح نشتغله. هنا اني سويت السطر كله داير مداير اشتغلت منزلقة، السطر الثاني ايضا راح اشتغل منزلقة، لكن وين اشتغل؟ اني وصلت هسه هنا للبداية، هذه اول غرزة منزلقة اشتغلتها، ما راح ادخل تحتها كلها، لا راح ادخل بالضلع الثاني منها، هذا الضلع الفوق راح ادخل. شو اسوي؟ اسحب الخيط وارجع اسحب الخيط من الحلقه على السناره، غلقته بمنزلقه. راح ارجع اكمل على السلاسل الباقيه، ادخل بالضلع هذا الفوق واسحب الخيط، ادخل بالضلع الفوق واسحب الخيط وارجع اسحبه من الحلقه على السناره، شوفوا ما ادخل بكل هالسلسلة، ما ادخل كلها تحتها، لا فقط الضلع الفوق اسحب الخيط جاي من البكرة وارجع اسحب من الحلقة على السنارة، صار عندي سطر ثاني اغلق بمنزلقة او نائمة. اروح على الغرزة بعدها ايضا اسحب الخيط واسحب من الحلقة بعده وادخل بالحلقة الثانية، اسحب الخيط واسحب الخيط من بعد من الحلقة على السنارة، شوفوا صار عندي هذا راح يصير بهالشكل. راح اشتغل لهذا السطر، اوصل من اوصل لهذه الغرزة اللي اشتغلتها بالسطر الثاني راح اشتغل نفس الشغل، ايضا اشتغل بالضلع اللي هو فوق، اشتغل السرة والثاني وارجع لكم. هنا بعد ما وصلت نهاية السطر هنا اني اشتغلت ثلاث سراوات منزلقة، هذا واحد اثنين ثلاثة، هنا اريد اجي اغلق السطر. هنا وصلت الاول غرزة اشتغلتها، ايش راح اسوي هنا؟ راح اقص الخيط. ايش راح اسوي؟ راح اجي اسحب الخيط حتى اغلق. هنا راح استعمل ابرة التنظيف حتى هم انظف الخيط وهم اغلق الشغل. وين عندي؟ عندي هذه اول غرزة اشتغلتها تشوفوها، راح ادخل من تحتها، راح ادخل من تحتها، شو اسوي؟ اسحب الخيط ارجع. وين ارجع؟ منين ما اجيت اني بنفس الغرزة ادخل بيها، شوفوا هي هاي منها اجيت هذه الغرزة ادخل بيها، قفل عندي الشغل وكأنه اني يعني ما عندي بداية او نهاية للشغل، قفل عندي الشغل. هنا شوية راح اجي انظف الخيط تحت الغرز، ومثل ما قلت لكم نقصه وبالجداحة نشوي ليش؟ حتى لا يظل هيك يشرشب ينفتح عندنا، يظل يعني يذب خيوط وشكله يصير ما حلو. هنا راح انظفه تحت الغرز على الشكل، هاي كلش كافي. شو راح اسوي هنا؟ راح اقص هذا الخيط الزايد، قصيته، راح اجيب شنو؟ الجداحة، راح اشوي هاي الجداحة، راح شوية اذوبه هذا على مود لا يظل يشرشب هيج بالجداحة الجعة حتى ما الى بعد مجال ينفتح، شوفوا شلون لزق لزق.
هذا كمل عندي هنا الجزدان. هنا ايش راح اجي اسوي؟ راح اجي اسوي له قفل، راح اشتغل شوية، راح اعوف بيه طول حتى اخيطه بالهذا بالجزدان. راح اشتغل في مجموعة ثلاث سلاسل، هاي وحدة اثنين ثلاثة، راح ارتفع سلسلة واحدة، هاي واحدة اللي راح اجي اشتغل بكل سلسلة غرزة حشو. راح ادخل وين؟ بهذا الضلع الامامي، اسحب الخيط، صارن حلقتين، اسحب الخيط من الحلقتين. وين اروح؟ اروح على البعدة، هم ادخل بالضلع، اسحب الخيط، صارن عندي حلقتين. شوية هذا يعني لين صغير في يشلع القلب، اسحب الخيط من الحلقتين، بقى عندي هذا الضلع الثالث. دا شوفوه هذا، هذه عقدة البداية، هذه ابد من العبيها، من يعني من اشتغلها. اسحب الخيط من تحت الفراغ وصارن حلقتين، اسحب الخيط من الحلقتين، راح اجي ارتفع سلسلة وادور الشغل نفس ما اشتغلت السطر الاول، اشتغل السطر الثاني بالضلع الخلفي، اسوي غرز حشو حسب الطول اللي اني اريده. اللي يكفيني حتى اشكل بيه القفل. انا راح ارتفع سلسلة وادور الشغل، راح اكمل نفس الشغل وارجع لكم اشوفكم شلون راح اقصه واخفيه. انا طبعا هذا راح ادخله منه على مود ينعقد عندي، راح ادخله بداخل الشغل. هالشكل هالشكل هذا. هنا هم ايش راح اسوي؟ راح اجي اقصه للخيط الزايد، وهم اموعه بالجتاحه بهالشكل هذا، والتعب هذا الشكل بالجتاحه حتى يلزق زين بعد ما يفتح عندي. شوفوا بهالشكل هذا. هنا راح اجي هذا الخيطه هنا على مود شنو اثبته. هنا راح ابدي هنا خيطه من وسط الجزدان، انا اريد هسه هذا الامام وهذا الخلف، مبين عندي واسطه هاي هالشكل. هنا راح يصير عندي هنا هذا الشكل، هنا راح يصير ادخل بالفراغات خيطة هالشكل هذا. الشكل هذا اثبته زين. ارجع عليه مرة ثانية. ثبت حتى شكله ما بين. هنا ايش راح اسوي؟ هنا شوية راح اجي انظفه تحت الشغل. يعني شوية. هذا الكافي شغل. اقص الزايد من عنده. قصيته. هنا ايش راح اسوي؟ راح شوية اشوي بالجداحة. قلنا حتى هذا الشكل. لزق عندي بعد ما يفتح. هنا كملت هذا، اسوي القفل
عندي هذا القفل، عندي هذا هسه اول شيء، هذا ادخله هنا، افتحه بهالشكل، هذا ادخله هنا، هنا راح اجي اثبت هذا، هذه ادخلها من هنا، هذه هنا ادخلها، واحسب حساب انه اواسطه يصير بالوسط هالشكل هذا، كلش كافي هنا. ما دخلته، حجيب هذه الحديده وادخلها هذا الشكل، شوفوا هذا، راح اضغط هذا بهذا الشكل وهذا ايضا، لا اريد اخلي فشي، انت بكيفش تريدين تخلين بطانة، تريدين تخلين سحاب، هذا يتبع لك. هنا انا مسوية شرشوبة راح اخليها من هنا، راح ادخل مين، حدخل من هنا هذا الفراغ، دخلت هذا الخيط، راح ارجع الخيط الثاني ايضا ادخله. هنا دخلت الخيط الثاني وعقدته من الداخل بعقدتين وقصيت الخيط الزايد. هنا وزنته بعد ما كملت الشغل، طلع وزنه 140 غرام، ووزنت الخيط الباقي طلع وزنه 131 غرام، بينما هو يعني اذا جيت جمعتهم اثنيناتهم سوا يطلع وزنهم 269 غرام. حتى اذا انت صاحبة شغل او مشروع تعرفين ايش قد كلفك الخيط. وبهذا ينتهي الفيديو لهذا اليوم، سويت لكم 3 اشكال. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامة.